إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتيل. كما قلنا متابعينا الكرام، فمن خلال هذا البث المباشر نستضيف مؤطر بالجمعية الرياضية مرتيل، وبطبيعة الحال فالمناسبة هو الحصول ديالو على الدبلوم دي، وكذلك دبلوم ديال الدرجة الأولى للفوتسال، بالإضافة إلى حصوله على البطاقة المهنية. وأكيد بأن مثل هذه الدبلومات فهي غادي تساعده أولا في المشوار ديالو بطبيعة الحال كمهتم بكرة القدم وبالرياضة، وأكيد بأن هاد الدبلومات اللي حصل عليها فهي غادي تزيد تطور من الإمكانيات والتقنيات اللي كيتوفروا عليها يعني الممارسين بالجمعية الرياضية ديال مرتيل. وكنعرفوا بأن مرتيل هي مدينة تتنفس كرة القدم، خصوصا في هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه الآن، حيث كاين مجموعة ديال ملاعب القرب، وقبل ما يكون يعني هنا ملاعب القرب فهنا كان كيلعب يعني الفرق اللي كانت كتلعب يعني متابعينا الكرام البطوله الوطنيه، سواء في القسم ديالها الثالث او الثاني او الهوات. متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، اذا باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر. اولى الاسئله، اولا سي عبد الرحيم عرفنا براسك، قربنا اكثر، شكون هو عبد الرحيم؟ كيفاش يعني واش كان لاعب ديال كره القدم ومن بعد رجع مدرب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكروا شوف تيفي على الاستضافه، وكنشكروا الاخوان جميعا. معكم الاخ عبد الرحمن الادريسي، لاعب سابق اتحاد شباب اطلس مرتين، درس جميع الفئات السنيه اتحاد شباب اطلس مرتين، تن الفئات الكبار اللي لعبنا مباراه السعد وقلنا بزاف المراحل. هذا الشيء هو اللي خلانا اننا نبحثوا ونزيدوا نبحثوا من جديد باش نحصلوا على الدبلومات. بالمناسبه انا حاصل الدبلوم دال كره القدم، وحاصل على دبلوم نيفو كره القدم داخل القاعه، ومؤخرا حاصل على البطاقه المهنيه اللي كتحاول انني ندمج في بزاف الفرق الرياضيه في مرتين، وتخليني انني نخدم بواحد الاريحيه، لا في المدارس ولا في كمؤطر في البطولات عصبه الشمال والبطوله الوطنيه. اولا بهذا المنبر كنشكر جميع الاخوان اللي قدموا التهاني، اللي قدموا لي التهاني بمناسبه حصولي على بطاقه مهنيه، كما كنشكر جميع الاخوان على راسهم بما نساوش الاخ مراد بن يوسف رئيس الجمعيه الرياضيه مرتين، اللي خول لي انني نخدم معه في المدرسه الجمعيه الرياضيه، هو اللي زاد لي واحد الشحنه باننا يعني نزيد نطور ونزيد نطور المفاهيم ديالي الرياضيه كلاعب وكمدرب. والحمد لله داكشي اللي تعلمناه من خلال الدوره التكوينيه كنقدموها للاطفال ديالنا هنايا والوليدات ديالنا، اللي كنجبروا واحد الاستجابه. الحمد لله كاينه نتائج، لان مؤخرا قازوا على يدنا لاعبين لا فئه الكتاكيت ولا فئه المبتدئين اللي وصلوا لحد الساعه المغرب التطواني. وانا هذا العام انا كان عندي واحد السيده بانني نكمل في الدبلومات ديالي، نحصل على الدبلومات لا فوتسال نيفو جو نيفو ثلاثه، ولكن بحكم انني ندمج في واحد المعهد ضد التمريض باراسونتي بالمضيق كما كتعرفوا، لان باش تكون مؤطر لابد تكون عندك واحد الدرايه في التمريض، لان الحوادث اللي كيوقعوا داخل الملاعب لابد تكون عندك الدرايه. لهذا انا ارتعد بان ندمج دبلوم ضد الرياضه كره القدم مع الدبلوم ضد التمريض باش كنكمل العمل ديالي مع جميع الفئات. وشكرا، كنشكر هي الجمعيه الرياضيه في كل دابا كيتحدث على الانجازات ديال الجمعيه الرياضيه، كنا نعتقد بان الجمعيه الرياضيه يعني عندها الانجازات على المستوى الجماعي، كاين دابا انجازات فرديه يعني مؤثر كيحصل على جوج ديال الدبلومات وعلى الشهاده يعني البطاقه المهنيه، كيف كتشوف يعني المستوى؟
المستقبل ديال كرة القدم هنايا بمارسي بوسنيا، محتاجة المدربين يكونوا عندهم شواهد باش تزيد الرياضة نزيدوا نتبعوا فيها في مدينة مارسي. طبعا طبعا، لان كرة القدم في مارسيل والرياضة بجميع الاطياف ديالها فهي محتاجة المؤطرين، محتاجة المؤطرين، لان شحال هذه الرجل غير سنين في التسعينات ما كانوش عندنا مدربين اللي حاصل الدبلومات، ما كانوش عندنا مدارس تأطير، كانوا غير الاحياء، كانوا عندنا غير الاحياء كيجيو يلعبوا من الاحياء. دابا الحمد لله كاين مدرسه، كاين قاعده اللي باش نقدروا نوصلوا بها اللعاب حتى نقولوا برا الامن، نوصلوا لواحد المستوى اللي حنا كنطمحوا له. ملي كتشوف لاعب قاسمو قوسي واثرتي عليه بداك وكتشوف واحد فرقه كبيره، راه واحد الانجاز كبير على ذكر انا عبد ربي عبد الرحمن الادريسي، راه لعبت ليا جانب النعمان الاعرب اللي هو دابا عميد اتحاد طنجه، لعبت معاه كلاعب، كنت معاه كمدرب، ودابا الحمد لله وصل بالرغبه. كذلك محمد المكعازي قاز مارتيل ولعبنا مع بعضنا، والاراده اللاعب ولا اراده ولازم هذا اللاعب. وباش نرجعوا للانجازات ديال الجمعيه الرياضيه مارتي، راه مجهودات كبيره كيبذل المكتب المسير وعلى راس الاخ مراد بن يوسف، راه مجهودات كبيره. الحمد لله تاثرت شي مؤخرا، يعني مؤخرا كاينه انجازات الكره الشاطئيه، كره القدم داخل القاعه، راه باش ننافس على البطولة الوطنية كرة القدم داخل القاعة، كرة القدم الشاطئية عفوا، وباش في وقت وجيز أنك تصعد قسم الوطني احترافي كرة القدم داخل القاعة، فهذا إنجاز يذكر الصراحة. مجهودة كبيرة كيقوموا بها الإخوان في المكتب، ولا اللاعبين ولا المسيرين ديال المدينة. كنتمنوا التوفيق لجميع الفرق الرياضيه في مارتيل، لا نهضه مارتيل، اطلس مارتيل، اصدقاء الرياضيه، الجمعيه الرياضيه مارتيل، كنتمنوا جميع التوفيق. لماذا لا نشوفوا واحد الفرقه ديالنا كبيره اللي كتمارس كره القدم في بطوله احترافيه القسم الاول. شنو باقي الطموحات ديالك؟ الحلم ديالك؟ واش نقول لك، الطموحات ديالي، الطموحات في مجال كرة القدم ما عندهاش حدود، لأن كل ما زدتي ودرجتي وحصلتي على دبلومات لا وعيجي لا كيكبر الطموحات. خاص الاجتهاد، خاص الصيات، خاص المساعدة، خاص بزاف المسائل، خاص اللي يدفع، كما نقولوا خاص اللي يدفع. حنا كنطمحوا اننا نوصلوا للوليدات ديالنا. نقول لك كنفرحوا ملي كتشوف راه شي ملعب اللي كاز على يدك واثرتيه صغير كتشوفو كبر ووصل لواحد النيفو العالي، راه كتحس بالفخر. مؤخرا غادي يكون واحد الاحتفال كبير هنايا بمناسبه يعني الحصول على الجمعيه الرياضيه على اول بطوله ديال كره القدم الشاطئيه، ندخل الساكنه ديال مارسي. اولا راه اخوان في المكتب الجمعيه الرياضيه راه قايمين بواحد الدور في الخفاء، ما عرفناش شنو الملابسات ديالو. كاينه مفاجاه، راه الناس خدامين على هذه النقطه هذه، ما عرفناش شنو الحيثيات ديالها. مفاجاه عتكون التليق والجمعيه الرياضيه، ماشي الجمعيه الرياضيه دابا راه عطات الصدى ديالها في المغرب كامل، ماشي عاد فاجأنا ولا شي حاجه، راه الانجازات اللي حققتها بحد ذاتها راه مفاجاه. راه شحال دابا هذه مده ما شفنا الجماهير المرتيليه خارجه للشارع، تخرجت كتحتفل بالصعود الجمعيه الرياضيه من القسم الاول كره القدم داخل القاعه، ودابا ان شاء الله يكون مفاجاه ويخرجوا السكينه بكثره، يخرجوا ان شاء الله. نتمنى يتحقق هذا الشيء ونشوفوا الجمعيه الرياضيه كره القدم الشاطئيه كتحتفل باول بطوله احترافيه كره القدم الشاطئيه.
ولكن ما قلت لكم راه كان كنشكروا شفتي في هذه الاستضافه الرائعه. كنشكروا ولكم كنشكروا الجمعيه الرياضيه، المدرسه الجامعيه، جميع المؤطرين اللي كيساعدونا، اللي هنا نبيتنا مؤطر داخل المدرسه وكنحتاجون المساعده، كنحتاجون الدعم من الاخوان. عندنا شي حاجه نقدموها، محتاجين شي مساعده كنطلبوها من الاخوان ما كيبخلوش علينا. كنشكروا الاخ مراد بن يوسف هو اللي عطانا هذه الدفعه كبيره، هو اللي استضافني في المدرسه الجامعيه الرياضيه، وكنشكروا وشكرا لكم جميعا، شكرا للاخوان المشاهدين. إذن متابعينا الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.